بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من دورة مقدمة للبرمجة بلغة الجافا على منصة رواق التعليمية. سنتحدث بإذن الله في هذا الدرس عن آخر جزء في المفاهيم الرئيسية الموجودة في لغة الجافا، ثم نبدأ من الأسبوع القادم بإذن الله في التحدث عن الأجزاء الخاصة بالمكتبات المتخصصة الموجودة في الجافا كما سنرى لاحقا بإذن الله. سنتحدث في درس اليوم عن عدد من المفاهيم الرئيسية. سنتحدث عن الجمل الشرطية والتكرارات والدوال، وهذه الموضوعات لا يمكن أن تخلو أي لغة برمجة منهم، فهم الأساس الذي تبنى عليه لغة البرمجة، وهم الأدوات الأساسية واللازمة التي تمكننا من التعامل مع البرنامج وبناء برنامج بشكل جيد. سنبدأ الآن بإذن الله بالتعامل مع أو التعرف على كيفية التعامل مع الجمل الشرطية. سنقوم الآن بعمل برنامج بسيط، وكما ذكرت في المرة السابقة وقلت أن أحد أهم ركائز تعلم لغة البرمجة أو أحد أهم الأساسيات التي يجب أن نراعيها في بداية تعلم أي لغة برمجة هو الفصل جيدا ما بين المشكلة أو المثال الذي يتم تدريسه وبين لغة البرمجة في حد ذاتها، حتى نتمكن من إتقان كليهما. سنقوم الآن بعمل برنامج بسيط. هذا البرنامج سنتعرف من خلاله على كيفية استخدام الجملة الشرطية if في الجافا. هذا البرنامج يسمى Magic Number. سنقوم بعمل مشروع جديد lab_magic_number. ثم نقوم بعمل الكلاس الأساسي الموجود في البرنامج ونسميه مثلا main class، ونقوم بإخبار الإيكلبس أننا نريد تكوين الدالة main التي سنقوم بكتابة الكود بداخلها مباشرة. فكرة البرنامج ببساطة شديدة أن البرنامج سنقوم بتعريف رقم له قيمة معينة موجودة في البرنامج، ثم نطبع للمستخدم جملة برجاء إدخال الرقم السري أو الماجيك نمبر، فسيقوم المستخدم بإدخال هذا الرقم، والهدف أننا نقوم بعمل مقارنة ما بين الرقم الذي أدخله المستخدم وبين الرقم الذي قمنا بتسجيله. هو برنامج بسيط للغاية، لكننا نستطيع أن نتعرف على كيفية استخدام جملة المقارنة أو الجملة الشرطية if. دعونا نرى شكل الكود. سنقوم بتعريف كما قلنا من قبل مخزن أو متغير، سنطلق عليه مثلا كلمة magic number ونضع فيه أي قيمة، وليكن سنضع فيه قيمة مثلا 99، فهذا هو الماجيك نمبر. ثم نقوم بطباعة رسالة للمستخدم، وكما تعلمنا في المرة السابقة نقوم بطباعة الرسالة عن طريق system.out.println. سنقول برجاء ادخال please enter the magic number. هذه الجملة ستطبع للمستخدم أن البرنامج يريد منه أن يدخل الماجيك نمبر. نريد الآن أن نقرأ القيمة التي أدخلها المستخدم، والسؤال هنا إذا قرأنا هذه القيمة أين نضعها؟ فسنجد أننا بحاجة لتعريف متغير آخر نسميه مثلا وليكن user input، ونقوم بإعطاء قيمة ابتدائية مثلا 0. لماذا قمنا بهذا؟ تخيل أنك تتعامل مع قيمة الماجيك نمبر، أو لديك متغير أو مخزن خزنت فيه قيمة الماجيك نمبر، فنحن بحاجة إلى مخزن آخر حتى نقوم بتخزين قيمة القيمة التي سيدخلها اليوزر في هذا المكان. كما تعلمنا في الدرس السابق كيفية قراءة قيمة من المستخدم، وعلمنا أننا نريد استدعاء الكلاس سكانر وتعريف
object من الكلاس scanner المسؤول عن قراءة القيم من قنوات المعلومات، ثم أقوم بإعطائه اسم القيمة أو الشانل أو كما سنتعرف عليها فيما بعد تسمى stream system.n، كما سنتعرف عليه فيما بعد يسمى stream input stream، بمعنى أنه channel أو قناة يتم مرور عليها بعض البيانات. وكما هو واضح أن هذه القناة يمر عليها البيانات المدخلة من المستخدم لأنه يسمى system.in، كما تعاملنا من قبل مع system.out، ولكن لم نذكر هذه النقطة أن system.out في هذه الحالة أو system.out هي في الحقيقة تعبر عن print stream، فبالتالي هي stream أيضا. ومعنى كلمة stream ببساطة أنها channel أو قناة تمر عليها البيانات. وتعلمنا أو شاهدنا في المرة السابقة هذا الخطأ، وقلنا أنه حله أننا نقوم بالضغط على كلمة import، أننا نريد استدعاء المكتبة الخاصة بالسكانر حتى نستطيع أن نستخدمه في الكود. سنقوم الآن بقراءة القيمة التي أدخلها اليوزر وسنضعها داخل المتغير المسمى user input عن طريق myscanner.nextInt. وكما ترون لم أقوم بكتابة myScanner كاملة، وهذا اختصار موجود في الإيكليبس، أنك إذا قمت بكتابة حرفي الام والواي ثم قمت بالضغط على Control Space فإنه يقوم بتكملة ما قمت بكتابته، وهذه من الاختصارات المفيدة جدا. فسنقوم بالضغط على dot لاستدعاء المهمة المسمى بنكست انت. وقد رأينا في المرة السابقة أن نكست انت تقوم بقراءة قيمة رقم من المستخدم ثم تضعها في المتغير user input. الآن وعند هذه النقطة يوجد لدينا قيمتين، قيمة موجودة في المتغير المسمى magic number وقيمة أخرى موجودة في المتغير user input، قيمة تحتوي على magic number الحقيقي وقيمة قام اليوزر بإدخالها. ليس علينا الآن إلا أن نقارن بين القيمتين، الجزء المتبقي هو المقارنة بين القيمتين، فإن كانت القيمتان متفقتان نطبع لليوزر جملة أنه نجح في تخمين الماجيك نمبر، وإذا كانت القيمة غير صحيحة نطبع له رسالة أنه أخطأ في تخمين الماجيك نمبر. وهنا نرى كيفية استخدام الجملة الشرطية F. استخدام الجملة الشرطية F يتم ببساطة شديدة عن طريق كتابة F ثم كتابة قوسين يظهر فيهما الشرط الذي نريد أن نسأل عنه، ثم نقوم بكتابة قوسين بهذا الشكل ويتم كتابة ما بين هذين القوسين كل ما نريد تنفيذه في حالة نجاح هذا الشرط. مرة أخرى كلمة F أو الجملة الشرطية F تحتوي على ثلاثة أجزاء رئيسية، الجزء الأول هو الكلمة نفسها الحرفين الآي والإف، الجزء الثاني هو الجزء الخاص بالقوسين ويكتب بداخله الشرط الذي نريد أن نبحث عنه، ثم نكتب بعد ذلك أو نفتح قوسين ما بين هذين القوسين سنكتب كل ما نريد تنفيذه في حالة نجاح هذا الشرط. فسنقول فما هو الشرط الذي نريد أن نبحث عنه؟ نريد الشرط أن يكون الماجيك نمبر مساوي لليوزر إنبوت. فلو كتبنا ماجيك نمبر نريد أن نرى إذا كان يساوي اليوزر إنبوت أم لا، وعند السؤال عن تساوي قيمتين أو رقمين نستخدم علامة دبل إيكوال، نستخدم حرفين يساوي معا، لأننا إذا قمنا بكتابة حرف واحد بهذا الشكل فهذه ليست جملة صحيحة، لأننا نريد أو المفهوم من هذه الجملة أننا نريد أن نضع في الماجيك نمبر قيمة اليوزر إنبوت، وهذا ليس صحيحا. نريد أن نسأل هل القيمتين متساويتين أم لا، وهذه يفهمها الجافا عن طريق الدبل إيكوال. فبالتالي سنكتب هنا في هذا المكان كل ما نريد أن ننفذه في حالة نجاح
هذه العملية أو تحقق هذا الشرط، فسنكتب ببساطة أننا نريد طباعة جملة للمستخدم فيها مثلا you are right، لقد قمت بإدخال الرقم بشكل صحيح. فبالتالي ما الذي سنفعله إذا كان الرقم غير صحيح؟ نريد أن نطبع للمستخدم قيمة أخرى. كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ سنفعل ذلك عن طريق تكملة لجملة if، وهي الجملة المسماة else. لقد تحدثنا حتى الآن عن ثلاثة أجزاء رئيسية للجملة if، وقلنا هو الحرفين i و f، ثم الشرط، ثم ما بين هذين القوسين وهما جملة جواب الشرط أو الجملة التي سيتم تنفيذها أو الكود الذي سيتم تنفيذه في حالة نجاح الشرط الأول. ويمكن إضافة جزئين آخرين على هذه الثلاثة أجزاء، وهي كلمة else، ثم قوسان آخران يتم فيهما كتابة ما سيحدث في حالة عدم نجاح الشرط. فكأنك تقول للبرنامج إذا نجح هذا الشرط فقم بتنفيذ ما بين هذين القوسين، وإذا لم ينجح فقم بتنفيذ ما بين هذين القوسين. ففي هذه الحالة سنقوم بطباعة جملة أخرى ولتكن مثلا wrong answer، أنك لم تقوم بتدخيل أو بإدخال الرقم بشكل صحيح. الآن البرنامج جاهز. دعونا نلقي نظرة أخيرة على البرنامج. سنجد أن في بداية البرنامج قمنا بتعريف مخزنين، مخزن نضع فيه القيمة الأساسية التي نسأل عنها، ثم مخزن آخر نضع فيه قيمة ابتدائية صفر ولكن نريد أن نقرأ فيه القيمة من المستخدم، ثم نطبع لليوزر رسالة نطلب منه أن يقوم بتخمين الرقم الموجود عندنا، ثم نبدأ بقراءة الرقم في هذين السطرين بواسطة الاسكانر، ثم نسأل هل الماجيك نمبر مساوي ليوزر انبوت أم لا، فإن كان مساوي نقوم بطباعة هذه الجملة else، ما دون ذلك أو في عدم تحقق الشرط الأساسي أو الشرط الأول نقوم بطباعة كلمة wrong answer، لقد قمت بإدخال قيمة خاطئة. نقوم الآن بتشغيل البرنامج run as Java application. سنرى في الكونسول هذه هي الرسالة التي قمنا بطباعتها للمستخدم please enter the magic number. سأقوم مثلا بتخمين الرقم 50، ثم أضغط على enter فقام بطباعة wrong answer، وهذه القيمة أو هذه النتيجة متوقعة. ونرى كلمة terminated ظهرت بمعنى أن البرنامج قد انتهى. فعلا البرنامج انتهى لأن البرنامج لا يقوم بعمل أي وظائف إضافية. فإن قمنا باستخدام رقم آخر فهذا أيضا wrong number. سنقوم بتشغيل البرنامج مرة أخرى ثم نضغط على 99 فقال هذه إجابة صحيحة you are right، هذا ما قمنا بمشاهدته الآن. فبالتالي كما رأينا تعرفنا على كيفية كتابة الجملة الشرطية if وكيفية كتابة جواب الشرط لها، ثم كتابة else وهي الحالة الأخرى في حالة عدم تحقق الاف، وهذا ما شاهدناه في هذا المثال البسيط الخاص بالماجيك نمبر. ما سنحاول عمله الآن أننا نريد أن نعطي المستخدم أكثر من فرصة حتى يستطيع أن يتحقق من الإجابة. كما رأيتم البرنامج حتى الآن يعطي المستخدم فرصة واحدة حتى يتحقق من إجابته أو حتى يخمن الرقم. نريد أن نعطيه أكثر من فرصة. كيف سنقوم بذلك؟ يمكننا القيام بذلك بشكل بسيط، أننا قد نقوم بتكرار الكود. كيف نقوم بتكرار الكود وهل هذه هي الطريقة الأفضل أم لا؟ هذا ما سنشاهده في الفيديو القادم بإذن الله، وسنرى أفضل هذه الطرق سواء باستخدام تكرار الكود أو باستخدام الجمل التكرارية. أراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.